أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج صوتكم. قديما كان يقال إن مصر تؤلف ولبنان تطبع والعراق يقرأ، وهذا يدل على أن نسبة العراقيين المتعلمين كانت عالية جدا، إذ كانوا شغوفين بالعلم والمعرفة والقراءة شغفا كبيرا. وكان شارع المتنبي في العاصمة بغداد، والذي يطلق عليه العراقيون أو يطلقون عليه شارع الكتب، شارعا معروفا في كل أنحاء العالم العربي، وما أن يذكر اسمه في القاهرة أو في بيروت أو في أي مكان من الشرق الأوسط حتى تتوهج العيون بالبهجة وتتألق الذكريات، إذ لم تكن بغداد مركزا للتجارة واللهو فقط، بل كانت أيضا مركزا للفنون والثقافة والتعليم أيضا. لذلك دأب المثقفون العراقيون على أن يقصدوا شارع المتنبي ويرجعون محملين بالكتب المستعملة أو الجديدة. في مطلع العام الحالي عد العراق خارج مؤشر دافوس لجودة التعليم، إذ جاء هذا الإبعاد نتيجة السياسات الخاطئة التي تبعتها الحكومات العراقية في إهمال التعليم وعدم التركيز على تطويره. كما أظهرت دراسة أجراها المجلس النرويجي للاجئين أنه منذ تفشي وباء كورونا المستجد تم إغلاق آلاف المدارس في العراق، وهدم أيضا عشرات الآلاف أو آلاف من المدارس بنية بنائها من جديد، مبين أن ذلك أثر على أكثر من 10 ملايين طفل في أنحاء العراق بأعمار تتراوح بين 16 و17. تم تركهم دون تعليم. ويشير المجلس النرويجي أيضا إلى أنه بعد 7 أشهر من إغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا دمجت بعضها ببعض. واقع التعليم العراقي بين ماض مزدهر وحاضر مبعثر، فما هو مستقبل التعليم في هذا العراق؟ تابعونا بعد هذا الفيديو. في عام 2022 بالعراق، شوف وين طلابك يا وزير التربية. عبروا بابا عبروا، شوفوا الكارثة يا وزير التربية. 2022 هذيك منطقة ناحية العباسية، واحنا الآن في ناحية الحرية. شوف الطلاب أكثر من 300 طالب تعبر من ناحية ما عندهم مدرسة. هذيك المنطقة، هاي منطقة سحول المشاتيم، وهذيك المنطقة سمين حميدان ولا مدرسة بيها. شوف هاي أكثر من 300 طالب، هذاك الرجال يوديهم ويرجع، وكل طلاب يعرفون يسوقون بالبرد والحر. 2022 أبو الخيرات العراق، شوف الكارثة. سووا لهم جسر، سووا لهم مدارس، 300 طالب يعبر من هذا الشط لهذا الشط. شوفوا عليهم، إذا تشوفون من بعيد العوائل كلها تنتظر أطفالها ما يدرون بيا ساعة. قبل 3 سنوات طفل هنا غرق، جاي ويا أخوه كبير وغرق، من يتحمل؟ من يدرب مصيبة الناس؟ شوف يا العراقيين يا الناس، شوف مسألة بعض الأطفال يا ربي، من يتحمل؟ عمي كارثة. ولكم عمي سويتوا بالعراق 2022 بالقعودة، 2022 قعودة، وين عايشين احنا؟ رجعتونا للعصر الحجري، والله رجعتونا للعصر الحجري. كونكم مستحى من المسؤولين، اكو مستحى وخوف رب العالمين. وهذا رمضان، شوف هاي البنية منتظرة بالخطأ. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الفيديو اللي شفتوه قبل شوية واللي طلع على الشاشة هذا جزء بسيط من اللي دايعانه الطلاب. الفيديو اللي طلع قبل شوية واللي يبين انه واقع التعليم بالعراق، إذا أريد نحكي على الفيديوهات وواقع التعليم بالعراق فهي مصايب. الفيديوهات اللي موجودة، يعني لما نشوف الطرق اللي يمشون بها الطلاب وهم رايحين للمدرسة، مثلا عندكم الطريق اللي موجود بين البيوت، الأزبال، الأكوام النفايات اللي موجودة بطرق الطلاب، أيضا لما تمطر الدنيا الطين اللي يصير بسبب عدم وجود تبليط داخل الشوارع، المشاكل اللي يعانون من أدها الطلاب لما يمشون هاي الأكوام من النفايات، بعيدا عن الأمراض، بعيدا عن المياه الآسنة، بعيدا عن الجراثيم، بعيدا عن كل شيء. ليش واقع العراق التعليمي اليوم لهذه الدرجة واصل؟ ليش اليوم بالعراق اكو مدارس كرفانية؟ ليش اليوم بالعراق ما عندهم إمكانية يبنون مدرسة؟ ليش اليوم بالعراق احنا نبني كرفانات والكرفان مكتوب عليه UNCEF اللي هو اليونيسيف؟ ليش اليوم العراق واقع المدارس مالته هذا الواقع اللي نشوفه حاليا بالفيديو اللي موجود هنا؟ هذا فيديو راح يطلع بعد شويه، بس اردفتهم ليش واقعنا هيك؟ ليش لما نتكلم عن واقع التعليم بالعراق نتذكر ماضي
ماضي جميل جدا. ماضي كان يعد التعليم بالعراق به من أفضل أنظمة التعليم بالوطن العربي أو إذا ما كانت في العالم. لما نتذكر واقع التعليم نتذكر التعليم رصين، مدارس رصينة، امتحانات رصينة، جامعات رصينة، تدريس صحيح، كوكبة من الأساتذة اللي هم أسماء وقامات في العلم في كل العالم معروفين، وأكو أسماء معروفة على كافة التخصصات. واليوم لما نجي نباوع على واقع الحال فهو واقع مدمر. فمنو المسؤول عن تدمير التعليم بالعراق؟ منو المسؤول عن تدمير مستقبل الأطفال العراقيين؟ منو المسؤول عن تدمير حياة هؤلاء؟ هذا الطفل اللي يعبر المدرسة بلم، واللي يسوق له مشحوف أو بلم ده يعبر من صوب الصوب، من يكبر يهتم بدراسة أو يحب دراسة. هذا الطفل المفروض ميسر إلى كل شيء بحيث أنه لما يدرس اهتمامه مترسخ على 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 درسه، على واجباته. اليوم بالعالم كله الدول المتحضرة دا تفكر شلون توفر وسائل إيضاح أفضل، دا تفكر شلون توفر طرق تدريسية أجمل، دا تفكر شلون توفر أساليب تعليمية تكون ميسرة إلى الطلاب خصوصا بالمراحل الابتدائية بالأعمار اللي شفتوها حاليا قبل شوية، بحيث أنه يستوعب المادة، يستوعب الدرس، يستوعب المعلم، يستوعب كل شيء، لما يصعد ويعبر مرحلة يكون مؤسس صح. أما اليوم بالعراق تمطر الدنيا، تفيض الشوارع، يقوم يمشون يلبس جزم على مد يعبر لأنه ما يقدر يعبر، أو يصعد بشيلة ما شفل حتى يعبر، أو العالم تعبرهم سياجات، أو تلقون سياج مهدم وأكو حافة صغيرونه بالسياج. طبعاً ذني فيديوهات كلهم طلعتها الرافدين، بس لقلة الوقت بالبرنامج ما أقدر أطلعهم كلهم. محمد من أمريكا حياك الله. محمد من أمريكا. السلام عليكم وحيا قناة الرافدين. حياك الله أخوي. أخي سادتنا هم منتهين بس عندهم الجوامع، وهذا شغلهم، وضرب لهم ويتاجرون بالمخدرات. ماكو لا علم. قبل كان العراق يخرج دكاترة، هسه شو يخرج؟ شو يخرجون عني؟ يخرجون عصابات. تدمير المدارس هي من لا يجون العراق يصير في علم من ايران، وما تقول الحكومة هاي الصفوية تابعة لايران. تقول الله العراق ما يصير براسخه، ودول ايران هذول الميليشيات وغير الميليشيات تابعين لايران. كثير لك الله هم شغلهم يحرقون كتاب الله ويحرقون جوامع الله. والله العظيم لا لقاهم هم على شغلهم، لا علم تخريب. تركوا حتى المدارس خربوا، يفتحون المدارس يبنون عليها مولات. ليس اكو علم في العراق. عم نشوف العالم تعبر بالاسلام. لا احنا 2022 عم نشوف الدول يقولون يهود، والله روح الحشاق من القدرة ما اليهود. عم الباصات تجي تاخذ جهنم من باب باصاتنا. كثير الله الباصات تجي تاخذ جهنم من باب من نانا يحسن على اليهود. لكن انتو تاخذوا اليهود وانتو هاي عبايبكم هاي حشاق الوقخة القدرة. الله طيحكم عن حتى ايران. حي قناة الرافدين والكادر. اشكرك عمري. عم الليلة بحتي الليلة. الله ينتقم عليهم. وحياتي. شكرا شكرا لك اخ محمد. ناصر من بغداد. حياك الله يا ناصر. مرحبا استاذ. هلا بيك يا الغالي. استاذ على الموضوع اللي مال اليوم يعني خصوص التربية والتعليم. نعم. قصرت ويا الطلاب متعمدين استاذ احمد. نعم. حتى شنو يخلون الطالب هسه يروح المدرسة اول شيء الطرق وعرة. نعم. مين المدارس مهدمة تلقيها من الطابور لو من الطين، غايتها انه تخريب نفسية الطالب حتى لو بالابتدائية. نعم. حتى يهدمون بناء من البداية. الطالب من يروح المكان بارد أو يعني بارد أو. والسبب ليش يعني أخ ناصر أنت تقول تخريب نفسية الطالب ليش؟ من الأحزاب. لا. الأحزاب الدينية. لا أقصد إنه ليش يردون يخربون نفسية الطالب؟ يعني الطالب شو عليه أو الطفل شو عليه؟ ليش يردون يخلون العراق متأخر؟
استعد ربعي حتى يخلون العراق متاخر متعمدين حتى لا ينام لا بالزراعه ولا بالصناعه. هم غايتهم جايبين فاس وياهم يهدمون العراق. نعم. فاحنا من نقول استهدف العدل انه لا جايين مجموعه تخريبيه التدمير نفسه فيبدون دي منين؟ من التعليم والقضاء. نعم. بالعراق فاشلان. احنا ما نريد نقول انه الطالب لا. العكس، الطالب يشتري ملابس ويشتري دفاتر ويشتري اكل. الطالب يروح للمدرسه هو عريان وهو جوعان. فحتى استيعابه يكون ضعيف. هم ما يرضون الانسان يتعلم. بالعكس هم يستخدمون ثروات اللي بوزاره التربيه والتعليم الغايه من عندها انهم تسرب الثروات ياخذوها للامور الخاصه. ولذلك الكلمه اول استاذ افل بالمدارس الاهليه، المدارس الاهليه اغلبها للمسؤولين المتنفذين بالدوله. نعم. فيها المدرسه مكيفه ومرتاحه حتى يصير اقبال للمواطن عليما على المدرسه الاهليه. والتعليم العالي الحكومي صفر. انا ما اريد اقول لك 2% لا بس صفر والله. غايتها انه تخريب النفوس. تعرف انت جنابك وانت خرب النفس استيعابها يكون قليل. طالب من يروح للمدرسه ويلقي انه ملابسه رده وبنايه عتيقه وغير متوفر فيها وسائل الراحه تأكيد يصير عنده نفور. مو يصير عنده مثلا اكتئاب، لا نفور عام. نعم. احنا التعليم العالي بالعراق انه بيت مسؤولين عراقيين يعني اقول لك الرداء عندهم واضحه. نعم. لكن عملاء التعليم العالي بالعراق يقودوه عملاء غايتها تخريب العراق. ما يرضون ينهضون بالصناعه ولا يرضون يقبلوه بالزراعه ولا حتى المياه. وسائل المياه اللي عندهم العراق اليوم داد المي. اليوم اشتريت مي كنت اشتري ب 1000 ونص، اليوم اشتريتها ب 2000. والله العظيم انعكست عليما على الوضع الاجتماعي والوضع النفسي للعراقي. المدارس الاهليه فقط اللي هي تقدم خدمات للمواطنين. بالعكس هي الناس متنفذين يعني رئيس كخه او عضو نائب او كذا في المدارس الاهليه. ولذلك انهم يخلون المواطن العراقي يروح للمدارس الاهليه مو غايته يتعلم ويتطور. لا والله العظيم غايته يمتصون الرحيق رحيقه اللي بجسمه هذا المزدهر يمتصون رحيقه في سبيل انهم يخلوه في الشوارع. احنا الشعب العراقي لغايه له وقفه جماعيه، الوقفه الجماعيه تمثل فيه الاخوه العسكريين القاده العسكريين. احنا نريدهم يشوفون لنا حل. احنا من نبقى على رجال الدين الثاني افل يختار العراق. هذا التعليم مثل قلب الانسان. الانسان شلون عايش على قلبه؟ خلي يعطى العضو عنده ايده رده يقدر انه يقاوم، لكن من يعطى قلبه يتوقف نشاطه يتوقف. فهم هسه ضربوا التعليم وضربوا الصحه. فاذا هم جايين عمليه تخريبيه للبلد. احنا نتامل من الحكومه القادمه ومن الشعب العراقي الحر الابي. عراق حر شعبنا. نعم. تغيير النظام اكمل. نعم. لا سيد ولا معمم ولا اي شخص. نعم. شكرا لك اخ ناصر. محمد من بغداد، حياك الله يا محمد. الله نحييك استاذ افل. حياك الله اخوي. تحيه لك ولقناه الرافدين. يسلمك ربي يا اخوي العزيز. تحيه لك. طبعا الله يسلمك. طبعا تعليم العراق هو اساسا مجمله فاشل من كل المناهج الدراسيه. نعم. من الابتدائيه المتوسطه الثانويه المعاهد الكليات وهكذا. اولا الهيئه التدريسيه بالعراق يعني طالب من يروح يريد يدرس ما يسوون وهج لتعليم الطالب. اولا لا يشرحون ولا يفهمون ولا يشرحون الدرس بصوره تخلي توصل للطالب بصوره صحيحه. يعني مجرد يدخل الطالب الاستاذ او المعلم يقول له هذا طلع صفحه فلان تكتب اسم الموضوع على السبوره وهذا حفظوه امتحنكم به. تعلموه بالتدريس الالكتروني. زين انت فائدتك شنو راح تجي للصف؟ تجي بس اسمك مدرس تتقاضى راتب مليونيا وما تأدي واجبك بصوره صحيحه؟ احنا من كنا بالابتدائيه وبالمتوسطه المعلم من كان يدخل او الاستاذ يشرح لنا الماده باللغه العربيه الفصحى وباللغه العاميه على مود يوصل لنا المعلومه. وما يخلي ما يدق الجرس اذا ما يقول انت فهمت الدرس ولا لا. هذا الشيء ماكو. بدليل الجيل هذا الجديد من الطلبه المعاهد الكليات اغلبيتهم مو مثقفين ولا 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 عندهم ثقافه ادبيه ولا ثقافه علميه. لان اول شيء لان انا اعرف ولد اعرف شخص
متخرج من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية. نعم. تكلمت فيها بعض اللغة الإنجليزية وأنا قاعد أتكلم فيها كخريج متوسطة ثمن النظام السابق. نعم. بس أتقف من عنده وأنا أتكلم الإنجليزية أحسن من عنده. ليش؟ لأن التدريس كان قبل صح، هسه التدريس غلط. من حكيت ويا بعض الكلمات قلت له What's your name? How are you doing? يقول لي شنو؟ ما أعرف، أنا ما أعرف شنو تحكين ذا. يعني بمعنى هم ناس هيجي تدريس فاشل بالعراق. نعم. بالنسبة لحضرتك من تقول هواي الأغلبية بالمناسبة، يعني مو بس هذا الشخص، من تقول المدارس والأماكن كلها مترهية وبناء تعبان، وهذا هو مو بس المدارس والأبنية تعبانة ورادة الأعمار، الهيئة التدريسية رادة تغيير من جديد، لأن هم أساسا المدرسين دول مو خريجين دراسات عليا أو خريجين كليات على مجال يدرسون، هذول كلهم خريجين متوسطة وإعدادية معاهد وجايين يدرسون. نعم. هم أساسا مو مثقفين، أساسا ما عندهم ذاك العلم القوي، ذاك الدراسات العليا اللي دارسيها. بدليل هذا التدريس فاشل بالعراق، والنتيجة هاي، يعني الطالب أو التلميذ من يروح، أني أخوي يجيني يقول لي عمو أني من أروح للمدرسة، يعني ما يدرسون. يعني بس يقولون تحضروا الامتحان الجاي وتحضروا الامتحان لا. أبو أخ محمد، أستاذ محمد، يعني خلينا نكون صريحين ونكون واقعين. كل الكوادر التدريسية اللي موجودة بالعالم هي خريجين دراسات عليا أو يحملون ماجستير ودكتوراه؟ لا، بالتأكيد أغلبهم هم خريجين معاهد معلمين. لكن حتى الإنسان هو مو آلة، لأنه الآلة تحتاج إلى تطوير ما بين فترة وأخرى، فما بالك بإنسان عنده نعمة النسيان. حتى الإنسان يحتاج إلى دورات تثقيفية، دورات تطويرية، حتى يطور من نفسه، حتى يواكب العصر، حتى يجد نفسه مواكب إلى أبناء جيله. أنا أحكي على المعلمين مو على الأطفال بس، حتى المعلم يحتاج إلى تحديث بين فترة وأخرى، بعد تكون أكو دورة تدريبية، أكو دورة تأهيلية، طرق تدريسية جديدة يدخلوا لها، هاي ما موجودة اليوم بالعراق. إضافة إلى ذلك خلينا نكون صريحين، اليوم المدرس يقول لك أنا أخاف أرسب طالب لأنه ما أعرف يرجع اليا عشيرة، أو ما أعرف يرجع أبوه يتبع اليا ميليشيا ويجوني هدادة ويهددوني أو يهددون أبناء أسرتي، فأني أنجح أشرف لي حتى ما أوقع بمشكلة. هنا على من نذب الصوج؟ أنا أوافقك على كل الحكيتين. نعم. أولا المعلم أو الأستاذ يخاف يسقط طالب أو يخاف يتهجم عليه، أو يخاف يقول له مثلا يتكلم بكلام شوية صوت عالي يعني ينبهه أو فتشي خاف. أنا أقول لك صحيح، بس الخلل هو شنو؟ أنا مع الأسف العشائر انوجدت، مو انوجدت لتصحيح الوضع المجتمع بالعراق، العشائر بالعراق حاليا انوجدت للفصل والقعدات العشائر، يعني تضرب فلان روح انفصله، مو عشائر انوجدت للصلح والمحبة والتكاتف، لا انوجدت للفصل. هاي كل العشائر بالعراق بلا استثناء. التدريس بالعراق هو كأساسا بنا فاشل، يعني كتدريس. وأنا أوافق من جهة المعلم إرادة تحديث وإرادة يتواكب ويا تطور التعليم بالخارج، وهذا ماكو محدود. التدريس مال مو العصور الثمانينيات والتسعينيات، لا دي عاملين التدريس مال العصور القديمة، يعني معتمدين على الطالب، هم معتمدين على الطالب يقول لك أنت اترس بالتدريس الالكتروني. هاي اخ محمد انا اعتذر منك اذا انا ما اخذ وقت المتصلين، شكرا جزيلا لك. طبعا هاي اذا واحد صعد بصوره صحيحه وتخرج من معهد معلمين او من كليه اداب او من كليه مختصه بهذا يعني بالتخصص اللي هو يدرس به، وراح درس في تخصص ما باحدى المدارس الابتدائيه او المتوسطه او الثانويه، لكن فما بالك انه يجيك واحد عنده واسطه بحزب ما ويصير مدير مدرسة، والثاني عنده واسطة بحزب ما ويصير معلم مكان وهو لا دارس ولا عنده شهادة ولا عنده كل شيء. هنا همنا عندنا مشكلة أخرى. فنرجع ونقول من المتسبب في تدمير واقع التعليم بالعراق؟ أبو ياسين من بغداد، حياك الله. حياتي لك أخوي إلى قناة الرافدين. حياك الله يا غالي. أخي كل الدول تكشخ بالحاضر إلا العراق يكشخ بالماضي. إحنا شوفنا نكشخ بالماضي من 2004. إحنا بالتسعينات رغم كل الدول كانت ضدنا، بس عندنا زراعة وصناعة وتعليم وكل شيء كامل، يعني كل شيء كامل وأمن وأمان. بس هل هالشكولات هاي من إجوا دولة أولاد الاحتلالين، أولاد أمريكا وإيران؟ يعني أنتم من إجيت أنتم تحسون على نظام هو يعني معاكس لكم. إحنا مثل ما نقول ابنه يلا، هو كل واحد يلزم له دولة
يكون اول سنه يبني ويزرع وكل شيء، يعني اي خدمات كلها يمشيها للشعب. هسه شو انتم يعني خليتوا الناس تترحم وتسلمك، يعني انتم انتم يا حسن لك انتم انتم ما تستحون، بس هي ايران شلون تريد تدمر هذا البلد؟ لمن يعني هذا رئيس العفو وزير الري، هذا وزير الثقافه، وزير الزراعه، كلهم يخلوهم خونه خونه لهم، ما يخلون وطني. هسه ليش هم يعني يقدرون يخلون واحد على مود يخدم الناس يقوموا بهم؟ هسه اي مهنه بالعراق تروح عليها هي تعبانه، وزاره الثقافه تعبانه، وزاره الزراعه تعبانه، التخطيط، التعليم، كله اخي هذا كله دمار شامل. هذا هذول لا حد يقول هذول ما يعرفون، لا كل شيء يعرفون، بس هذا كله متقصد، هذا مقصود، هذا مقصود. لان هم انا اقول لك هسه عندك التعليم، ليش هسه التعليم فاشل؟ لان يقول لك هذا التعليم الدراسه من المعلم راح يوصل، فهم يريدون يدمرون البلد بمن تعليم ماكو، يريدون يرجعون العراق لي ورا 100 سنه، ما يخلينا تتعلم. يعني هسه واحد خطير طفل الاول متوسط كل شيء ما يفهم، يقول والله اروح المدرسه واجي، يقول كل شيء ماكو، المدير يعوفنا، المعلم يعوفنا، يقول احنا نضل بس نغني ونقول لي ماذا. شكرا شكرا لك ابو ياسين. حتى اللي ما قانع بعده بكلامنا، اكو فيديوهات هوايه منتشره على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شبكات الانترنت، لكن اخترنا بعض من اداء حتى نبين الواقع. اريدكم تتابعوا لي الفيديو اللي موجود ويانا الان حتى نشوف ونتعمق اكثر بمشاكل التعليم بالعراق. خلونا نتابع. عليكم ورحمه الله. هاي حي الرحمه الثاني، هاي المدرسه الابتدائيه، هاي المدرسة الابتدائية، هذا الخيس شوفوا حوطها من مين ما شاء الله، هاي الزبالة تحيط بيها همه، هاي المدرسة كرفانات، وهذا الماي باب المدرسة حتى لا حد يقول ماكو هيك شيء، وهاي شوف الماي يحيط بالبيوت كلها، وهذا الماي وهاي الشيء حشوفوها وين واصلة نص الشارع، يعني ماكو بس هاي المسافة الصغيرونة اللي تفوت من عندها الطلاب، وهاي الشي حشوفوها قبال المدرسة ها كلها باعوها. شوف الخيس مقلع، تقول مو بنص بشرية بنص ناس ها حشوفوها، وذاك الشارع مسوي له تل من الماي حتى لا يطلع الشارع ها، شوف هذا الشارع باعه، هاي معانتنا المسؤولين، أناشد شكو شريف، شكو صحفي، إنسان مؤمن مخلص لهالبلد بهالمسؤولية بهالبلد، يجي يشوفنا يشوف حالنا، بعد ما عدنا غير التصوير وننشر، عسى وأن الله يجيب لنا واحد شريف يلبي مطلبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. هذا الواقع اللي يعيشه العراقيين اليوم، بعيدا عن واقع المدرسة الكرفانية اللي هي هاي، بس أرد أسأل سؤال. هذا الشارع بال 2022 موجود ببلد نفطي؟ هذا الشارع اللي نشوفه رمل، شارع تراب، وموجود المدرسة أربع اتجاهات شارع تراب، زين هذا الشارع بال 2022 بلد نفطي مثل العراق، ميزانية انفجارية فوق ال 80 مليار دولار، هذا المي هو سماه تشيح، اللي ما يعرف تشيح خيسة، اللي ما يعرف الخيسة اللي هي المياه الراكدة أو المياه الآسنة، أهل واسط يسموها تشيح. هذا المي ماكو شبكة مجاري صرفة مثلا، شبكة صرف صحي، وزارة التخطيط وين عن التخطيط اللي موجود بالمنطقة؟ والمفارقة اللي باوع بهالمكان هنا اللي ركز بيها شوية راح يشوف اكو بعض النباتات اللي من كثر المي ومتراكم به بادي يزرع، طبعا هو مو نبات صحيح، دغل احنا نسميه او وسخ مثل ما تسموه. هذا الحال اللي موجود، السؤال اللي نطرحه، وين وزارة التخطيط عن الحال اللي موجود بهذا الفيديو بمحافظة واسط؟ هذا بميسان، اعتذر منكم. الشغلة الثانية، وزارة التعليم العالي، احنا وصلنا بال 2022، يعني وراء 19 سنة من الاحتلال الامريكي، من 2003 الى يومنا هذا، نبني مدارس كرفانات،
ما عندنا مقاولين بالعراق، ما عندنا خلفات بالعراق، ما عندنا عمال بالعراق، ما عندنا أسطوات بالعراق يبنون مدارس. العراق الدولة الحديثة العراقية من 1920 إلى حد هاي اللحظة يبنون مدارس بهاي الصورة؟ وأكو فيديوهات أخرى ببعض المناطق القريبة من محافظة ميسان، يسألهم اللي دي يصور الفيديو بابا وين رايحين، يقول له رايحين البيت أهلنا. ليش رايحين البيت أهلنا؟ لأنه ماكو حمام بالمدرسة كرفانية، فراح أروح البيت أهلنا نطب له حمام ونرجع نكمل الدرس بالمدرسة. موجودة همين على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدرون تتأكدون من عندها. هذا الحال اللي دي يعيشوه. نريد نتعمق أكثر، أكو فيديو ثاني يشرح الحال اللي دي يعيشوه به العراقيين، خلونا نتابع حتى نشوفه. يعرف الحال اللي موجود هنا، اكو فيديوهات قديمه طلعت، اكو ناس كذبتها واكو ناس قالت انه اللي دي يصور هاي الفيديوهات دي يريد يسقط بوزاره التعليم او وزاره التربيه. الفيديو القديم اللي طلع انه اكو مناهج تدريسيه مشموره في مرافق المدارس او مشموره في حمامات المدارس. هذا الفيديو الثاني للجزء الثاني ذاك الفيديو، الطلاب طابين دي يدورون مناهج، دول الطلاب باحدى مدارس العراق الحديث بعام 2022 بهالأيام هاي، ذولا دا يدورون مناهج، اللي يريد قراءة يدورها هنا، اللي يريد رياضيات يدورها هنا، وما تعرف تلقي أو ما تلقي. أكو متصل اتصل ببرنامج صوتكم قال الوزارة أو المدرسة ما تطينا اللوازم، علما احنا من كنا صغار أتذكر كنا نستلم الكتب، بعض الدفاتر جزء من القرطاسية كنا نستلمها ويا بداية العام الدراسي، وكانت أكو متابعة دورية من وزارة الصحة إلى صحة الطلاب ومتابعة الأمراض المتفشية بين الطلاب، وكانوا أتذكر يوزعون أيضا بعض الحبوب اللي هي المقويات زيت السمك أو الأوميغا 3 على الطلاب بالمدارس خصوصا المدارس الابتدائية. وأكو عندنا متابعات دورية واحتفاليات دورية، هاي خلوها بعيد عنها بس نحكي على القرطاسية. المتصل اللي اتصل ببرنامج صوتكم يقول لا احنا ما يعطونا الكتب، احنا يعطونا نص الكتب او اصلا هو ما وصلت الكميه كامله الى المدرسه، فيعطونا الكميه اللي وصلت يمهم ويقول لك روح دبر نفسك. فاللي اتصل بينا لهسه اتذكر اتصاله كان وياي يقول اني سايق سياره اعمل بالاجره اليوميه، اجرتي بوقتها تتعدى رقم بسيط ما اذكره عذرا، فيقول بنتي رادت كتاب لغة إنجليزية، رحت اشتريت لها واحد مستعمل الغلاف مالته مشقوق، المدرس زعل ليش إنه بنتي عندها كتاب مشقوق، علما إنه أنا مشتريه بقيمة مادية تضاعف أجرة يومي ليومين، يعني مثلا هو يشتغل بأربعة آلاف راح اشتري كتاب بثمان آلاف. هذا الحال بيا دولة متطورة، يا دولة بالعالم مو متطورة. من دول العالم الثالث الطلاب يدورون مناهجهم التدريسية بالحمامات. أم محمد من بغداد حياك الله. أم محمد انقطع الاتصال. عبد الرزاق من بابل حياك الله. عبد الرزاق يبدو أنه الاتصال ويا الأخ عبد الرزاق أيضا انقطع، فنريد نتعمق أكثر وأكثر حتى لا تقولون أنه إحنا نتبلع على وزارة التعليم أو على الحكومة في بغداد. عندنا فيديو الأخ همين أتمنى تشوفه، خلونا نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أصحاب المروءة والشهامة، أخوان أيسنا من الحكومة والله العظيم. شوفوا هاي المدرسة من 2005 ولحد الآن طين، هاي القاع صارت لها صار لها مليار سنة طين، وهسه احنا بالطين. هاي الطلاب خطية، ما شراب ماكو، مرافقات ماكو، هاي الصفوف كل سنة نطيح ونبنيها والعثة ما أكلتها،
باو دولة طلاب خطية وهاي الصفوف والله العظيم كأنها ما جحور. جحور مو صفوف مدرسة. جحور. جحور. هذه الصف السادس باوي. هاي قطعة الصف السادس. وهذا الأستاذ يدرس. الله وكيلكم أبو قبر. شو تشوفوا من الطلاب؟ ذول الطلاب قبر الله وكيلك. هذا الصف الخامس. هذا الصف الخامس. وذن بنياتنا. ذن بنياتنا. شو اسمك ابوي انت؟ شيماء. شيماء بيا صف؟ يا مدرسة. عافية. وهذا الصف الرابع. طين الله وكيلكم قبر. وين اصحاب المروءة والنخوة؟ اخوان. هاي المرافق مالتنا. هاي المرافق مالتنا شوفوها. الله وكيلكم حتى الحيوان ما يدنا يمه. حتى الحيوان ما يدنا يمه. هاي حتى الحيوان. ماي تيزاب. شاهد الله الماي تيزاب. تيزاب. هاي طلاب. احنا نشتري لهم ماي. والله هذا التانكي مال ماي احنا اشتريناه. لا عندنا مكان نقعد به. بعد شلون يصير احترام للمعلم وتقدير؟ من اي ناحية يقدرون المعلم ويحترمونه؟ هذا الماي نشتري ترامز على حسابنا. حاوي احنا اشتريناها. هاي السيارة وروح نرجع بيها كروتها 30. زين. وهاي المدرسة. هاي الادارة عود مقدرين احنا الادارة. هاي بنوها للقرية على حسابهم. هاي الادارة. وهاي وضعية المدرسة وبكيفكم بعد بعد. لله في الله سووها. يلا في مالها. ترى هذا مو فيلم تاريخي عن حضارة سومر وأكد وبابل، لأنه سومر وأكد وبابل 6000 قبل الميلاد بنائهم كان أرقى من هذا. أم محمد من بغداد حياك الله. عليكم. هلا بيك يوم. شلونك أستاذ رفلي؟ هلا بيك يما. نحمد الله على كل شيء. شلونكم بعد؟ نحمد الله على كل شيء. أقول لك خاله على مود المساجين والله أنا همي على المساجين. تفضل يوم. تفضل يوم. والتراب تعلمنا عليه هذا كله. نعم. صار عندنا روتين هذا عندنا صار. نعم. اي بس على مود المساجين مالتنا خاله تعبنا ونريد ولاداتنا يطلعون. منو عندك مسجون يوم؟ صارت شوفتها حصره عليهم. منو عندك مسجون؟ عليهم الشوفه صارت. منو عندك مسجون يوم؟ والله خاله هيك قلبي نار نار قلبي. بس الله. شو نسوي؟ والله الله يبارك قلبك. نشوفهم شنو صرنا؟ صرنا كل 3 أشهر 4 أشهر نشوفه بنا، شنو ذنبنا احنا؟ تعبنا. ابني عدي ابني وحاكمين اعدام. شنو السبب؟ والله لا حول ولا قوة، كل شيء ما عنده، راح الصديقة طلع صديقة مشبوه. والله العظيم خالة كل شيء ما عنده. وبذنب صديقة انسجن، وتعبنا والله صار ايش كم سنة 4 سنين، وهاي السنة الخامسة. يعني شنو ذنب هذا طفل بعده 96؟ شنو ذنبه؟ شنو ذنبه؟ نعم. وعدونا بها 10 السادس عم الموازنة هواي عندهم بس ما ينطونا، ما ينطون للفقير، الفقير ما ينطونا. هاي ذا يصدقون علينا 125 هاي كذا يضحكونا شهر يطونا حصة وشهر ما يطونا. شنو ذولي حكومتي ذولي والله نعم. هاي عم يعوفونا بحالنا خلي ولدنا تطلع ملت روحنا ملت من عندهم ملت. نعم. حصلنا منهم ايش كم سنه صار؟ قالت الحصه وقالت الموازنه وقالت كملي وحتى عمي شنو هالمصيبه؟ ذبحوها على قبله. نعم. اكو شعب صار 8 أشهر موازنه مال انتخابات ما قعدوا على الاسكملي؟ ها؟ 8 أشهر صار. شنو هالاسكملي هذا متعاركين عليه؟ شنو هذا؟ شنو ذنبنا احنا؟ شنو ذنبنا؟ هذا الخبزه كلها بي هذا الخبزه كلها بي امي. هسه اجلوها 40 يوم، شنو ذنبنا احنا؟ نعم. يوميا قانون شكل، والله حرام عليهم، حرام عليهم نفس ملي من الارض. نعم. يعني ما يستحون، والله ما عندهم غيره ماكو. نعم. غيره ماكو، وين الغيره مالتهم؟ نعم. والله وين الغيره مالتهم؟ متعاكين على الشكل ذي هذا. عم يشترونهم سيادة كمليات وأقول لهم يا أبطس روح والله اشترونهم لا تتكملي وحتى تتكملي والله تعبنا ايش وقت يحلوا يدفعوا على قبلها شريط ذكي ينطون عفو ينطون شيل المسجون
حتى المحامي ما يقدر يتحرك من وراهم. نعم 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 نعم. شكرا شكرا يعني شكرا لك ام محمد. مناشده من ام محمد للمطالبه بعفو عام عن المعتقلين، لانه كل العالم يعرف مو بس العراقيين، اكثر من 90% من المعتقلين داخل السجون هم ابرياء. عبد الرزاق من بابل حياك الله. السلام عليكم. عليك السلام والرحمه والاكرام. حياك الله استاذ فهد. حياك الله يا غالي. بالبداية أسأل الله عز وجل بحلقة هذا الشهر أن يفرج عن كل عراقي وعراقية، اللهم آمين، كل مرجوع إلى أهله. نعم أستاذ أفل، بالنسبة للتعليم، التعليم بعد 2003 وكأنما يراد من عدة تدمير العقل العراقي، لأنه طبق بحكمة بعد 2003 العدو مالتها الرئيسي والأساسي الإنسان المثقف والإنسان الواعي، فيشتغلون على تجهيل هذا المواطن أو هذا الشعب، فيطلقون المعوقات والعراقيل قدام المدارس الابتدائية لأنه هو هذا الأساس، فيضعون العراقيل والمعوقات قدامهم حتى العائلة تضطر أن تمنع ابنها من أن يروح المدرسة. فهذا صناعة التجهيل، انت تعرف شو الاعلام ومتمرس السابق، فصناعة الجهل والتجهيل هم دول محترفين في هاي المهنة، فصناعة الجهل والتجهيل هي مو وليدة اليوم. نعم نعم. من ايام الدولة الملكية واختلاف رجالات الدين وطردهم لايران وبعد عودتهم وتوقيعهم على لا يدخلون بالسياسة، عملوا على منع المواطن العراقي أو بأخص المواطن الشيعي بعدم الذهاب إلى المدارس الحكومية. نعم. بعد طرد رجالات الدين ولو شخص من وقتك، بس أريد أن يفهم المواطن العراقي بالأخص الشيعي بأنه ترى عملية التجهيل هي ضدك يا 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 مسكين، اتحرك أوعى التيم تتم اللعبة بأنه يراد من عندك أن تكون إنسان مطيع لهل الأفكار هذه المسمومة، الأفكار الرجعية. فالمفروض يعني بعد 2003 يعني وإحنا اليوم عام 2022 يعني اليوم عالم التكنولوجيا والتطور والشوق، يعني أكو دول خليجية ما شاء الله يعني مثل قطر مثل الإمارات، يعني التعليم عنده ناجح متطور. أتفضل اليوم يعني التعليم مالتنا متخلف ورجعي، ليش؟ لأنه هو قلت لك يعني يعملون على تجهيل المواطن. هاي من جهة. الشيء الثاني، بعض السياسيين المتنفذين بالحكومة يمتلكون المدارس الأهلية، فيحاولون يحاربون المدارس الحكومية بدفع بعض الأشخاص اللي تابعين الأعزام مالتهم تهجم على المدارس وتهجم على المعلمين، حتى الناس تتجه إما تتجه إلى المدارس الحكومية وهم مستفادين من عدد هذه المدارس. فيا أخي للأسف الشديد يعني كل البرامج اللي إذا بعد 2003 هي ضد المواطن العراقي، لأنه هذه الطبقة السياسية ما تحس او ما تلامس هموم المواطنين، اهم شيء هم اللي عندهم هو مصالحهم ومناصبهم لتدمير هذا البلد، تدمير هذا البلد بناء بالمدرسه. نعم نعم نعم. فيجي يستخدمون هاي الاساليب ضد الشعب العراقي. نعم. لكنه ان شاء الله بوعي العراقيين وتطورهم ان شاء الله تقتلع هذه الطبقه الفاسده وتخلص العراق من هذه الشلة أو الشرذمة. نعم. لإجابة كل نعم. أفكار التخلف لهذا البلد. شكرا شكرا لك أخ عبد الرزاق. أبو علي من لندن حياك الله. أبو علي حياكم الله. حياك علي. الله عليكم السلام والرحمة والإكرام. يعني ما أعرف بالنسبة للأخوة الحجية يعني أم محمد من بغداد. نعم أم محمد. نعم جيت ناشد يا أختي، أنت إلمن تناجدي، أنت إلمن تناجدي، كومة ميليشيات عصابات هم دول يهمهم التعليم، ها
أبو علي أبو علي يعني كنا نفهم لو عد قلب الأم لو عد أم يا أخي تقول إحنا شنو ذنبنا أنت وأمثالك وكل عراقي ذنبه ساكت على ذول اللصوص والمجرمين اطلعوا يا أخي اطلعوا مظاهرات المن قاعدين ليش قاعدين الساكت عن الحق شيطان أخرس هاي أول مثل مسوين مؤتمر سوين مؤتمر ها وتأييد يعني ناشد هذا محمد الحلبوسي ها الجهاد ومنظمة بدر وهذا العامري هذا العامري المجاهد مجاهد بشنو مجاهد عمي انت بشنو مجاهدين انت مقاومة لصوص مجرمين قتلت دمرتون العراق نعم مجاهد حارب مع الجيش الإيراني ضد العراق نعم محمد الحلبوسي يقول له أنت سياسة المجاهد مجاهد على شنو 41 سنة يقول فيلق بدر 41 سنة منظمة جهادية ما أعرف على شنو جهاد أنت على شنو تدري كانوا يسوون بإيران دولة كانوا يسرقون الشعب العراقي هذا العامري ومحمد باقر الحكيم وغيره يروحون للخليجين يكتبون أسامي العراقيين بذاك الوقت يسرقون ملايين الدولارات بذاك الوقت يعني سنة الثمانينات مجاهد ويقول احنا جاهدنا ها لإسقاط النظام الدكتاتوري جبتونا هذا النظام ديمقراطي هاي الديمقراطية مالتكم محمد الحلبوسي راتبك مليون دولار ها هذا العامري المفروض هذا العامري ينعدم لانه اكو صوت وصور واكو فيديوهات نعم قاتل الشعب العراقي كومك مجرمين قتل اخي نعم ارهابيين دواعش حياكم الله شكرا لك ابو علي اتمنى السيد المخرج يرجع لي المدارس الطينيه اللي طلعت قبل شويه هنا واللي كان يناشد المعلم بالمدرسه الطينيه اذا تلاحظون اخواني الاعزاء انه الصوره هنا ارجع واقول لكم لو نحط اي صوره هسه بصفها عن البناء اللي كان موجود في زمن سومر وأكد وبابل قبل الميلاد تلقون البناء أفضل من هذا بكثير وكان بتخطيط عمينا لكن مع ذلك بالنسبة إلى المدارس الطينية اللي موجودة أمامنا الآن اليونيسيف بسنة 2019 تحديداً بشهر 5 تقول 50% من المدارس تحتاج إلى التأهيل والترميم مذني المدارس المبنية صح مذني أرجع وأكرر وأشارت أنه نقص المدارس والكوادر التربوية والتعليمية بالعراق أسفر عن ازدحام الصفوف المدرسية بالتلاميذ ويعاني الأطفال من أجل التعليم حتى اضطر العديد منهم إلى ترك الدراسة بالنسبة إلى المدارس الطينية اللي هي هاي يقول اليونيسيف أنه عدد المدارس الطينية في العراق مثل هذه تجاوز 2000 مدرسة منتشرة في المناطق الجنوبية مثل ديقار البصرة العمارة المثنى القادسية النجف حسب تقرير اليونيسيف فضلا عن محافظات شمالية كديالا وكركوك وصلاح الدين ونينوى يدرس فيها أكثر من 20,000 طالب ويخصص العراق سنويا مبالغ طائلة للقطاع التربوي من الموازنة العامة للبلاد إذا رجعنا إلى الكوادر التدريسية تقرير آخر لليونيسيف يتكلم عن أعداد المعلمين يقول رياض الأطفال 978 روضة وعدد طلابها 180,000 تقريبا معلميها بحدود 7500 بنسبة 24 طالب للمعلم الواحد الابتدائية 13,000 مدرسة شعب تصل إلى 140,000 شعبة وعدد طلاب بحدود 5 ملايين طالب وعدد معلميهم بحدود 250,000 يعني 21 إلى 22 طالب إلى كل معلم الثانوية 6200 مدرسة عدد شعب يصل إلى 65,000 طلاب موجودين بحدود 3 ملايين بالثانوية عدد مدرسين ومدرسات 145,000 مدرس ومدرسة بنسبة 21 طالب إلى كل مدرس أو مدرسة يقول هاي الأرقام في بلد عنده إمكانيات مثل العراق عنده أموال مثل العراق عنده ميزانية مثل العراق هي عبارة عن أرقام توضح خلل كبير جداً العراق بحدود 21 إلى 22 طالب إلى كل معلم أو مدرس أو معلمة أو مدرسة بينما أن الدول التي لديها إمكانيات مقاربة إلى إمكانيات العراق المادية أتكلم عن إمكانيات العراق بالفلوس بالموازنة ما أتكلم شيء ثاني
تصل إلى 10 في أقصى حد. مثلاً سان مارينو المعلم إلى 6 طلاب، الكويت وكوبا ولوكسمبورغ المعلم إلى 9 طلاب، السويد أيسلندا بولندا المعلم هذول أكبر عدد كانوا لهم 10 طلاب، عمان والأردن لكل معلم 11 طالب. يعني لكل 11 طالب موجودة بالدول ذني عمان والسعودية أكو لهم معلم، لكل 10 طلاب بالسويد وأيسلندا وبولندا لهم معلم، لكل 6 طلاب بالكويت وكوبا لهم معلم. هذا اللي دا نتكلم عليه. بينما بالعراق اللي عنده هاي الإمكانيات الهائلة مادياً، أرجع وأقول وأركز على مادياً لأنه ما عندنا إمكانيات أخرى حالياً ببلدنا هذا اللي بمدارس صينية مثل هاي اللي وصفها المعلم بأنها قبر، ما حاجة للطلاب غير بس إنه لوح مسماري وقلم وشاكوش ويتعلمون اللغة المسمارية، لأنه هذا مو حال مدرسة بال 2022. هذا حال واقع التعليم اللي موجود بالعراق. وأرجع وأقول كلمة أخيرة، حسب تقرير اليونيسيف اللي صدر سنة 2020 فإن العراق طلع أو خرج من مؤشر اليونيسيف لجودة التعليم هو والسودان والصومال وسوريا. يعني أنه العراق اليوم هذا البلد اللي كانت به منظمة ومؤسسة تعليمية رصينة نفتخر بها، اليوم لا توجد مؤسسة تعليمية بالعراق. والسبب أتمنى أنتم تدورون عليه وتجاوبونا عليه بحلقاتنا الجاية. مشاهدينا الكرام ننتظركم إن شاء الله ببرنامج صوتكم غدا بإذن الله بنفس الموعد. في أمان الله.